سلام بنات كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد الوريدات هادوك، كما كتشوفوا كيجيو زوينين وساهلين، ساهلين جدا. انا نبارطاجي معكم باش خدمتهم بهاد الدونتيل هذا ولا الكانو، ما عرفت شنو. المهم كل واحد شنو كيقول ليه. دابا انا هذا خديته، ديجا خديته عريض بحال هكا، كنت باغي ندير بيه واحد الشكل. ساعه طاحت لي الفكره هادي نصايب بيه مرضات، وانا حيت باغي نديرهم في واحد جلابه، الا درتهم في التطبيق غنصور لكم، بيان سور غنصور لكم الجلابه. انا خديته هكا، انا ملي طاحت عليا الفكره يعني من الاول تاخذوا داك الرقيق، ما تاخذوش ما يمديوش على هاد الصباغه هادي، غير واحد الصباغه بصقات لي هنا. من الاول خذوا هذاك هذا الرقيق، هذا كيدير 3 دراهم المترو، 50 ريال، يعني ما غاليش. انا راه تقريبا خديت 4 دراهم، خديت مترو. وشوفوا شحال غادي يخرج لي بزاف ديال الوردات، عوض انكم تشريهم بحال 4 دراهم الوحده ولا 5 دراهم الوحده. وزوينين ما كاينينش، هادو كيبانو بحال بالكروشي، بحال كيجيو زوينين. المهم قطعتهم، درت هكا، خديت 20 سنتيم، تاخذوا 22، المهم 22 سنتيم بحال هكاك. انا هذا فيه 22 سنتيم. غادي نجي ناخذ برا عاديه وخايط يكون في شي لون ما يبانش، في يعني في اللون اللي غادي ديروا فيه نتوما هذاك الدونتيل ديالكم باش غتصيبوا الورده، يعني اللون ديال اللون اللي عندكم. غادي نجي هنا ساهلين البنات، غادي نحزم الخيط ديالي من تحت، غنجي هنايا كمشتو هاد العريض. انا قطعته على جوج باش عطاني هذا، وغنجي البلاصه اللي قطعت، نخلي هاد البلاصه هنا الوجه هو اللي نخلي. غادي نجي وغادي ندير بحال هكا، بحال هكا، غادي نبقى نشب بها بحال هكا بحال هكا. هذا ساهل جدا، نبقى غادي حتى نسالي كما كتشوفوا، ساهله ساهله دغيا كطلع الورده. نحاول نجر الخيط باش نكمل نتمنى يكون واضح ليكم. كمل الطريقه بحال هكا، راه ديروا دقات صغيورين. ها نتوما نتمنى يكون واضح ليكم. ها نتوما كنبقى غادا بهاد الطريقه، انا نسالي ونرجع لكم. من بعد ما ساليت كما كتشوفوا وصلت حتى الراس، غادي نجر الخيط بحال هكا. غادي نجي ناخذ الراس الاخر ديال بحال هكا باش نلاقيهم. ما تجروا دابا ما والو، يعني غتخليوه هكا مرخي، يعني ما تجبدوش الخيط. غادي نجي باش ندير هكا، نخيط هاد الملاقيه هادي باش نخيطها هي بحال كيما درت بحال هكا، نخشي وندير بحال هكا. يعني هانتوما نتمنى يكون واضح ليكم. دابا غادي نجر كلشي، بقى نجر بالخيط بشوي بشوي باش ما يتقطعش ليا. هانتوما شفتو، حاولوا غير بشويه. هانتوما ساهله وكتجي رائعه. نتمنى هاد الفكره تعجبكم. هاد الفكره هادي طاحت عليا من ابتكار ديالي، بقيت كنشوف كنقول شنو غادي. انا غنخدم واحد الجلابه ديال تينيت، غادي ندير فيها واحد الرسمه ان شاء الله غتكون مغايره، وغنديرها بهاد الوريدات، غنحطها لكم في الفيديو الجاي. انا نخدم عليها ان شاء الله اليوم ونكملها ونصورها لكم، وما نخيطها نصورها لكم كامله. يعني هانتوما سهله جدا، نتوما كيفاش كتجي. دابا غادي نجي الوسط، قبل ما نجي الوسط نجيو نثبتو هنايا، من بعد ما جريت الخيط هذيك البلاصه فين لاقيت، فين كاينه الملاقيه، نثبت الخيط، نثبت الخيط ونقطعو. عاد نجي للوسط، نتمنى يكون الفكره واضحه. الا ما كانش مفهوم هادشي قولوا لي نعاودها لكم. سهله جدا البنات، وانا كنظن انها راه واضحه. نحاول دابا نقطع الخيط وغنجي دابا الوسط، نحاولوا تقادوها بايديكم بحال هكا، تقادوها بايديكم
نجي الوسط وغادي ندير هنايا، كيبقى اختياري ليكم، حيت انا السيد الجلابه بغيت ندير فيها غير هاد الجوع. اما ديروا هكا حجيرات، تقدروا ديروا هكا هادو اللي كي بحال هكا اللي فيه اللي كي زعما كي فيهم كيبريو، يعني ها نتوما في اجي رائعه، يعني نتوما اختيار ديالكم، تقدروا ديروا هادو وديروا داير عليهم الزمرد، يعني تقدروا ديروا اللي بغيتو، تقدروا نديرو هادي، هادي هي غتجي زوينه هادي. المهم انا غادي ندير غير جوها الوسط،